باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان تخلد بكل هم. هذا المثل يؤكد طول أناة الله ومراحمه، أو يظهر أو يعلن عن طول أناة ربنا ومراحمه. يعني ربنا بيعمل حوار مع نفسه مع رحمته، ولا فيه دينة ولا فيه فيش، بس ربنا بيعمل حوار مع مراحمه، بيعرفنا قد ايه هو بيحبنا، قد ايه هو بيحبنا، قد ايه هو بيطول باله علينا. اقطعها يا لا يا رب، لا لا، سيبها كمان السنة دي، سيبها السنة دي كمان، وأنا أتعهدها، أنا خلي بالي منها بقى. طالما الحال وصل لكده، ده المثل ده مفروض الشجرة بقى حوالي يمكن أكتر من 7 سنين ما بتبدي الثمر. يعني هي بتبدي ثمر على 3-4 سنين، على 4 سنين بتبتدي، ودي 3، يعني طول مدة، يعني طول أناة الله. رقم 7، طول أناة الله. هيطول باله علينا، بس احنا ناخد بالنا، ناخد بالنا. اجعلوا طول أناة الله للخلاص، يعني كل ما يطول باله استفيد انا، اعزك حواليها، احرد حواليها، اراجع، اعمل مراجعة لنفسي، مراجعة لنفسي. مش الحكاية كده، ده كل يوم، كل يوم بالليل قبل ما انام اقعد مع نفسي، اعزك حواليها، أعيد حساباتي، أجلب جوانب حياتي، أين يسكن عخان ابن كرمي؟ لألا يكون جواي حد فيه تعب، جواي قصة تعباني أجلب عليه وأطلعها. ما ينفعش الإنسان المسيحي يقول يكون غير قديس، كونوا قديسين يبقى قديسين، ما ينفعش، ما ينفعش يكون غير كده. الله قد أعطانا أدوات القداسة، الله قد أودع فينا إمكانية القداسة. يعني أسأل نفسي قبل ما أنام كده، أنا مش قديس ليه؟ وإيه الأخطاء؟ وإيه الأخطاء بتاعتي؟ إيه أخطائي إيه؟ إيه اللي معطلني؟ إيه اللي معطل اللي مخلي شجرتي عقيمة، عقيمة لا تثمر؟ تسرى ولدت وكان عندها 90 سنة، إيه السبب؟ العاقر أعطاها، وأنا نفسيا ونفسيتي عاقر لا تثمر، إيه السبب؟ غير طائعة لله، غير خاضعة لله، غير مرتبطة بالله، غير ملتصقة بالله. بس عدم الصمر يجي من هنا، البعد، الانعزال، القطيعة، البتر، ده يخليني ما اسمرش، لان الصمر بتاعي باخده من امتدادي منه، من التصاقي بيه، من معيتي معاه. حته انجيل او حته فصل من الانجيل، كان لرجل تينه مغروسه في قرنه، ربنا بيخاطب مراحمه، ولا في تينه ولا في قراه، مش حاجه، ربنا بيعلن من خلال هذا المثل محبته لنا، رحمته لنا. بس خلي بالك، اسيبها لك اتركها هذه السنه بشرط اهتم بيها، اهتم بيها، نظف حواليها، طلع الحجاره اللي فيها اللي مانعه انها تنمو. الحجاره اللي في حياتنا بتنمو، تمنع جذر الشجر ان ينمو، بيصدم، بيصدم بالحجاره اللي فينا. طلع الحجاره اللي فيك، خلي قلبك يلين، خلي الشجره تنمو لكي تثمر. هذه السنة أيضا سيبها كمان، اديها لي السنة دي بس وأنا هتصرف. ما حدش عارف إن احنا نعيش السنة دي ولا مش هنعيش، ما حدش عارف. ليتنا نتعهد نفسيتنا وأشجارنا وحياتنا ونعزك حواليها. حط زبل، زبل هو جسد المسيح ودمه، هو ده اللي خلانا ننمو. الزبل هو كتاب مقدس، الزبل هو الصلاة، الزبل هو العلاقة بربنا. أجلب حياتي كل يوم، أنا ورايا إيه؟
ايه مهم واخدني، ايه اهم من خلاص نفسي. ما فتش ليه وجلب فيها كل صبح وكل ليل وكل ظهر، وقت الظهر كلام اقول، وقت الظهر وقت النار اللي جاي ده اسال على نفسي، باكر وعشيه ووقت على طول على طول. داود النبي كان كده يقول لي 7 مرات في اليوم سبحتك على احكام عدلك، 7 مرات وانت راجل ملك وعندك اسره كبيره وبتسال عن ربنا 7 مرات في اليوم. يا ترى ايه اللي واخدنا؟ ايه اللي شددنا؟ ايه اللي جذبنا؟ ايه المهم في حياتنا؟ ايه الاهم من خلاص انفسنا؟ ماذا يستفيد الانسان لو ربح الدنيا كلها وخسر نفسه؟ هتستفيد ايه؟ ليتنا نستفيد من طول مراحم ربنا. اتركها للسلام، وان ما اصمرتش اقطعها، يعني ما متاسف يعني ما تخليش ربنا يقول يعني يقول كلام صعب علينا. ليترك لكم بيتكم خرابا، ايه ده؟ لا اوعى يا رب، لا اوعى يا رب. انت سبتها السنه دي وانا ههتم بيها، هعزك حواليها، يعني هنضف حوالين نفسي الحاجات الوحشه اللي ملتصقه بيا حوشه. انا اعصرتك عينك اقلعها، اي شيء قريب مني عطلني بلاش منه، حتى لو كانت عيني. اي تعطيل عن علاقتي بربنا احوش انضف حواليها، اعمل لنفسي مناخ يساعدني على النمو، اعمل لنفسي مناخ يساعدني على الاسمار، اعمل مناخ يساعد ربنا انه يسيبني شويه، مش اغيظه اجسيه عليا. ما هي قسى الله قلب فرعون، يعني ايه؟ يعني ايه قساه؟ يعني تركوا القساوته، مش عايز يسيبني القساوتي. ربنا لما بيحس ان انا مش عايز اسمع مش عايز اسمع بيسيبني، مش قساه يعني هو اللي السبب في قساوته، لا، تركوا القساوه قلبه. ليه 10 ضربات؟ ايه طول اماتك يا رب؟ ما من اول مره اتعرجبت وخلصنا 10 ضربات ويطول باله عليك. ورقم 10 رقم كمال طول بال الله، مش مرة ولا 2 ولا 5 ولا 10، ما طول قناته ربنا هو سابنا قد ايه احنا؟ 10 مرات. هسامح اخويا قد ايه؟ قال له سامحه كتير. لما انت بتطلب مني انا اسامح اخويا، اكيد انت بتسامحني اكتر. ان كان الانسان مطلوب منه انه يسامح بال7 مرات وال70 مرة في اليوم، فكان بالاولى الاله. فهو بيسامحني كتير، بيسامحني كتير، بس خلي بالي، اخد بالي، اخد بالي. احيانا قساوه تتخلى ربنا يسيبني، مش عايزين نوصل ان ربنا يسيبني. نهتم بخلاص انفسنا، نهتم بنفسياتنا، نفسيتي وروحي وحياتي هي دي المهم. خلاص نفسي هو ده المهم، خلاص نفسي ده المهم، فيش أهم من كده. المصير الأبدي الأبدية الظهر الآتي، فيش حاجة أهم، كل دون ذاك باطل باطل. سليمان الحكيم عطانا خبرة جاهزة، قال كل حاجة أنا عملتها مهما اشتهت عيناي لم أمسكه عنهما، كل حاجة والكل باطل. كل شيء نعمله في اليوم يجربنا من ربنا، يجربنا من ابديتي، يحببني في ربنا، يحبب الله فيا. هذا هو العمل الوحيد، دي وظيفتي الوحيده، السعي نحو خلاص نفسي. فيش ما فيش مهم تاني، فيش مطلوب منك تاني. لكن اقعد اضيع وقتي ومجهودي وجهدي في امور تافهه وحياتي الابديه لا، مفيش رؤية بالنسبة لي، مفيش. فأجاب وقال له يا سيد دعها هذه السنة أيضا بشرط، حتى أعزق تحتها، هنضف حولها وأضع لها زبلا، أهيئ لها المناخ اللي يخليها تنمو، وأحط لها الزبل اللي يخليها تثمر. يلا أنت ما قدامكش حل غير كده، ربنا ساب لك أعطالك فرصة عشان تعمل حاجتين دول، تنظف حواليك نفسك، حوش كل ما يعوق نموك،
كل ما يعطل خلاصك بعد